فيكم بقناة اليوتيوب تعلم الإنجليزية مع هير. Hi guys, welcome back to my channel Learn English with Hayan. And also, Happy Mother's Day! قبل ما أبلش بدي أقول كل عام وأنتم بخير لكل الأمهات في سوريا وكل الأمهات بالعالم كلياتها in the whole world. فكمان بمناسبة العيد الأم راح أغني أو لا أول مرة أغنية عربية ف I have butterflies in my stomach بس I'm excited وكمان راح نتعلم كم شغلات نحسن أودا بعيد الأم. العيد الأم بصورة هو ب 21 آذار بس بالعيد الأم UK ببريطانيا هو 14 آذار بس يعني كل سنة شكل. So in the UK Mother's Day this year was on the 14th of March but every year the date is different. من كم يوم شي يومين قبل المدرسة زعلت ماما وأنا لأنه زعلت كتير لأنه زعلتها وهي كمان زعلت مني فتاني يوم كنت عم بحضر حالي بالمدرسة الصبح وكأني ما في شيء يعني كأني أنا ما زعلت أبدا فعم تمشط لي شعري وعم هذا عم تعمل لي فطور ووصلتني على المدرسة فنحن بالعربي إذا بدنا نقول هيك بنقول إنه الحب الأم غير مشروط ونفس الشيء بالإنجليزي بالإنجليزي بنقول A mother's love is unconditional وإذا أنت زعلت أمك أو ما عم تحكي معك دايماً دايماً هي بتحبك يعني الحب غير مشروط فبالإنجليزي بنقول mother's love is unconditional her love is unconditional بالعربي ما في شيء بالدنيا بيعوض عن الحب الأم there's nothing in this world that can replace a mother's unconditional love والله بيقول بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العلي العظيم ولا تفكروا انه انا دائما انه perfect ما شاء الله انا كمان بغلط احيانا بس انا عملت هذا الفيديو لانه عشان اذكر حالي واذكركم انتم كمان انه لازم دائما انه تحبوا امكم ولا تزعلوها وبابا هلا قال لي انه بسوريا في اكثر من 5 لغات بيحكوها في سوريا ففي عنا ارماني وكردي وتركسي وشو كمان وفي ارامي وفي سرياني وفي اشوري وعربي فهلا اجى دوركم بالكومنتس قولوا لي انه شو بتقولوا ماما او اي لاف ماما بال هدول اللغات وإذا في لغة تانية أنا نسيت أقولها بسوريا قولوا لي كمان شو بنقول
لما بدأ يتثنى لما